بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my students, with you Mr. شعبان, a teacher of math. حلقتنا النهاردة عن الدرس الرابع, الجزء الثاني من اليونت الأول, grade 5, lesson 4 part 2 from unit 1. The title of lesson 4 is Operation and Natural Numbers. Operation on natural numbers, يعني العمليات على الأعداد الطبيعية. Remark, بيقول لنا subtraction operation is sometimes not possible in n. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عملية الطرح احيانا بتكون غير ممكنة في العمليات في الأعداد الطبيعية. For any two natural numbers A and B, then A minus B is possible only if A greater than or equals to B. يعني ايه؟ قبل ما نخش في subtraction operation نفتكر مع بعضنا في الدرس اللي فات, في الحلقة اللي فاتت الجزء الاول من الدرس الرابع, كنا اتكلمنا عن ال addition operation, خصائص عملية الجمع. addition operation. كنا اتكلمنا عن خصائص عملية الجمع وقلنا ان هي always possible in n, دايما ايه ممكنة في n. على سبيل المثال, for example, لو قلنا 5 plus 3 equals يدينا 8. ال 8 ده natural numbers, يبقى ال addition operation possible in n. طيب لو جينا بدلنا اماكن الايه الارقام, لو قلنا 3 plus 5 plus 5 هيبقى equals برضو 8, يبقى always addition operation possible in n, دايما عملية الجمع ممكنة في ايه, في الناتشورال نمبرز. طب سبتراكشن بيقول لنا احيانا بتكون ممكنه واحيانا بتكون غير ممكنه, نوت بوسيبل ان ان. ليه؟ طيب نشوف اكزامبل. لو خدنا مثلا او قلنا ايه 5 ماينس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. ال 2 ده ناتشورال نمبر, يبقى في الحاله دي هتبقى subtraction operation is possible in n, ممكنة في natural numbers. طيب لو جينا بدلنا بقى أماكن ال numbers, لو قلنا 3 minus 5 طبعا مش هينفع الكلام ده, لأن 3 أقل من ال 5, فبالتالي الحالة ديت هتكون subtraction operation not possible in n, غير ممكنة في ان في الحالة دي. طيب يبقى احنا قلنا عشان تكون subtraction operation possible in n, ممكنة في ان, لازم يكون ال 5 greater than or equals 3, لازم النمبر اللي قبل الماينس يكون greater than or equals النمبر التاني, 5 greater than or equals 3, يا اما اكبر من النمبر اللي هنا يا اما بتساويه. لو هنا 5 يبقى 5 minus 5 equals 0 natural numbers, 5 minus 5 equals 0 برضو natural numbers, يبقى هنا هتبقى في الحالة دي ال subtraction operation is possible in n, لكن في الحالة التانية دي not possible in n, غير ممكنة. ليه؟ لان 3 smaller than 5, اقل من ايه؟ من الفايل. طب براكتيك ممارسة, complete using belonging to or not belonging to. 3 plus 7 belonging to or not belonging to n.
3 بلس 5 ايكوالز كام؟ ايكوالز 10. ال 10 ده ناتشورال نمبرز؟ طبعا ناتشورال نمبرز، يبقى هنقول belonging to n. 8 minus 10 طبعا مش هينفع، ليه؟ because a smaller than 10. ال 8 smaller than 10 مش هينفع اعملها minus 10، يبقى في الحالة دي هيبقى هنقول ايه؟ not belonging to n. 45 minus 35 equals 10. 10 طبعا natural numbers belonging to n. طيب النمبر ده 28727 minus 9532. طبعا دي 9000 بس، لكن دي 28000، يبقى النمبر ده greater than النمبر ده، اكبر منه. ينفع نعمل ماينس ولا لا؟ ينفع، يبقى النمبر اللي هيطلع اكيد ناتشورال نمبرز، هيبقى نقول belonging to n. multiplication operation in n، احنا كده خدنا الاديشن اوبريشن والسبتراكشن اوبريشن in n، المره دي هناخد المالتيبليكيشن اوبريشن in n، عمليه الضرب في n. بيقول لنا to calculate 2 by 3، عشان نحسب 2 by 3 on the number line على خط الأعداد بالطريقة دي هنعمل ايه؟ we moving 2 step، هنتحرك حركتين from 0 من 0 to 2 لحد ايه؟ number 2. هنكرر ال 2 بقى، هنكرر ال moving دي كم مرة، الحركة دي كم مرة؟ 3 times. ادي كده اتحركنا من 0 ل 2، ادي حركة، ومن 2 ل 4 2 ستيب، 4 ل 6 3 ستيب. يبقى هنا وصلنا لحد ايه؟ نمبر ايه؟ نمبر 6. يبقى 2 باي 3 ايكوالز 6، زي ما هو ما بيقول لنا كده 2 باي 3 ايكوالز 6. طيب لو عكسنا، يعني لو جينا مثلا حبينا نعمل كالكوليتنج between 3 by 2، يعني بدأنا بال 3 by 2، يبقى احنا هنا هنتحرك كام حركة؟ مش 2 بقى، هنتحرك 3 step، 3 خطوات من 0 ل 3. طيب هنكرر الحركة دي كم مرة؟ 2 times، مرتين، يبقى من 0 ل 3 1، من 3 ل 6 1، هنمشي كمان 3 step 1 2 3، يبقى هنوصل لل 6. دي تاني، يبقى 3 by 2 equals 6 و 2 by 3 equals 6. هنا ال 6 natural numbers وهنا ال 6 natural numbers، يبقى ال multiplication operation possible in n، ممكنة في ايه؟ في n. in general، عموما 2 by 3 equals 3 by 2 equals 6. 2 by 3 هي 3 by 2، لو بدلنا اماكن النمبرز هي هتدينا نفس الايه؟ الريزلت. For any two natural numbers A and B، لو عندنا نقطتين أو عندنا رقمين طبيعيين، أي اتنين وليكن A and B، عشان يكتب لنا القاعدة هنا بيقول لنا A by B equals B by A. طيب العملية دي بقى اللي هو عملها، لما بدلنا النمبرز، لما بدلنا الأماكن بتاعت النمبرز، الـ A بقت مكانها هنا والبي بقت مكان الاي، دي اسمها ايه بقى؟ كوميتاتيف بروبرتي اوف مالتيبليكيشن ان ان، دي اسمها خاصيه الابدال في الناتشورال نمبرز، كوميتاتيف بروبرتي اوف مالتيبليكيشن ان ان. ريماركس، ملاحظات. For any two natural numbers A and B، A by B equals C and C belonging to N، يعني لو أي two number طلع الريزلت بتاعته belonging to N، تنتمي للناتشورال numbers. The product of two natural numbers، الناتج اللي هيطلع من حاصل ضرب الرقمين الطبيعيين دول، is a natural numbers، برضه هيبقى
رقم طبيعي، عدد طبيعي belonging to n، بينتمي لايه؟ للناتشورال نمبرز. في الحاله دي الخاصيه دي اسمها ايه؟ هيبقى اسمها كلوجر بروبرتي، كلوجر بروبرتي اوف مالتيبلاينج ان ان، يعني خاصيه الانغلاق. خاصيه الانغلاق في ايه؟ في الاعداد الطبيعيه، في عمليه الضرب في الاعداد الطبيعيه. فور a belonging ان belonging to n a by 1 equals 1 by a، هنا بدلنا equals a. for example زي المثال ده 5 by 1 equals 1 by 5 equals 5، يبقى ال 5 لما ضربناه في 1 او ال 1 ضربناه في 5 طلع نفس الايه؟ النمبر نفس ال 5. طيب هو عايز يقول لنا بقى الخاصيه دي اسمها ايه؟ is called the multiplicative natural elements of multiplication in n، دي اسمها خاصيه المحايد الضربي في الاعداد الطبيعيه. المحايد الضربي زي ما خدنا المحايد الجمعي اللي هو الزيرو، اللي هو الاديتيف نيشرال اليمنت، عنصر المحايد الجمعي الاديتيف نيشرال اليمنت. هنا بقى في عمليه الضرب المالتيبليكيشن اوبريشن في مش محايد جمعي بقى، في محايد ضربي اسمه ايه؟ اسمه المالتيبليكيتيف نيشرال اليمنت اوف مالتيبليكيشن ان 3. 2 by 3 by 5، بس 2 is 3 في بريك، equals 2 by 3 equals 6 by 5 equals 30. ماشي تمام. 2 by 3 by 5، 3 هي بقى المرة دي اللي by 5 جوه البريك، 2 بره، هيبقى 3 by 5 equals كام؟ 15. 2 by 15 برضو equal 30. يبقى أنا لو هنا بدلت هتطلع نفس الريزلت، ولو دمجت هتطلع نفس الريزلت. يعني انا هنا دمجت ال 2 وال 3، هنا دمجت ال 3 مع ال 5 وال 2 خلينا بره البريك، طلعت نفس الايه؟ نفس الريزلت. يبقى هنقول 2 باي 3 باي 5 ايكوالز 2 باي 3 باي فرق باي 5 ان بريك ايكوالز 2 باي 3 باي 5. ان جنرال عموما هو عايز يقول لنا الخاصية دي اسمها ايه؟ for any natural numbers a b c a by b by c equals a by b by c، دمج هنا ال b مع ال c equals a by b by c، دي اسمها associative property of multiplication in n، دي اسمها خاصية الدمج في ال a في ال natural number، خاصية الدمج. يبقى احنا كده خدنا الاسوسيتيف بروبرتي خاصيه الدمج، وخدنا اللي هو خدنا المحايد الضربي المالتيكيتيف نيشرال اليمنت، وخدنا الكلوجر بروبرتي اللي هي خاصيه الانغلاق، وخدنا الكوميتاتيف قبلها الكوميتاتيف بروبرتي اللي هي خاصيه الايه؟ الابدال. بيقول لنا اف اي بلونجينج تو ان زين اي باي 0 ايكوالز 0 باي اي ايكوالز 0، يعني في المالتيبليكيشن اوبريشن الزيرو على طول باي اني نمبرز ايكوال زيرو، زيرو باي اني نمبرز ايكوال زيرو، هو هو الزيرو. 5 2 باي 4 بلس 7 ايكوالز 2 باي، هنا هنجمع 4 باي 7 11، يبقى 2 باي 11 ايكوالز 22. طيب لو عملناها بطريقة تانية 2 باي 4، يعني وزعنا قلنا 2 باي 4 الأول أهي، بعد كده عملنا البلس نزلنا البلس أهي، بعد كده قلنا 2 باي 7 أهي، 2 باي 4 ايكوالز 8 بلس، تنزل زي ما هي بلس، و 2 باي 7 ايكوالز 14. طيب نجمع بقى 14 بلس 8 او 8 بلس 14 ايكوالز 22، يبقى نفس الايه؟ الريزلت، نفس الايه؟ الريزلت. دي بروبرتيز جديده، خاصيه جديده من المالتيبليكيشن بروبرتيز، خصائص اللي عمليه الضرب.
قلنا 2 باي 4 بلس 7 ايكوالز 2 باي 4 بلس 2 باي 7 هي لان النتيجه واحده. الريزلت هنا طلع 22 هنا 22. ان جنرال عموما فور اني ناتشورال نمبرز اي بي سي لو وزعنا الاي باي بي بلس اي باي سي هيبقى اي بلس بي باي سي هتطلع في الاخر اي باي سي بلس بي باي سي. عملية التوزيع دي اسمها عملية التوزيع. يبقى distributive property of multiplication over addition in n دي اسمها خاصية التوزيع على الجمع في الناتشورال نمبر. خاصية التوزيع على الجمع مش دي بلس بنوزع من multiplication على عملية جمع 4 by 7 دي جمع. يبقى دي اسمها ايه؟ خاصية التوزيع على الجمع in natural numbers. practical ممارسة complete قلنا 5 by 23 plus 78 equals يبقى هنعمل ايه هنا بقى؟ هنقوم بتوزيع ال 5 على ال 2 numbers اللي في البريك. 5 by 23 الاول بعد كده هنوزع ال 5 على ايه؟ another number by 78. هنا هنطلع الريزلت 5 by 3 equals 15 5 1 over 2 2 by 5 equals 10 plus 1 11 يبقى الريزلت 115 plus 5 by 78 5 by 8 equals 40 0 4 over 7 5 by 7 equals 35 plus 4 39 the result 390 equals بقت عملية plus 5 by 0 equals 5 1 plus 9 equals 10 0 carry up 1 over 1 2 plus 3 equals 5 يبقى result 505. طيب اول خاصية دي كانت اسمها ايه؟ كان اسمها distributive property خاصية الايه؟ التوزيع on addition على ايه؟ على الجمع. خاصية التوزيع على الايه؟ الجمع. لما طلعنا الريزلت في النهاية ادانا natural numbers يبقى دي اللي هي closure property اللي هي خاصية الإنغلاق. another example 9 by 24 plus 17 يبقى 9 by 24 الأول بعد كده 9 by 17 9 by 4 equals 36 6 4 over 2 2 by 9 18 18 plus 4 22 226 plus 9 by 7 equals 63 3 and 6 over 1 1 by 9 equals 9 plus 6 15 153 يبقى نعمل plus 226 plus 150 3 6 by 3 plus 3 equals 9 2 plus 5 7 2 plus 1 3 يبقى result طلعت 379. دي برضو اول حاجة في المرحلة الاولانية من الـ solution كانت ايه؟ كانت خاصية ايه؟ كانت الايه؟ كانت distributive property خاصية التوزيع. بعد كده لما طلعنا result النهائي طلع عندنا natural numbers دي اللي هي closure بروبيرتي خاصية الانغلاق. division operation in n عملية القسمة في الناتشورال نمبرز في الأعداد الطبيعية. بيقولنا 6 by 2 equals 3 3 belonging to n 3 عدد طبيعي. 6 divided by 5 equals 1.2 6 divided by 5 لما نيجي نقسم 6
على الفايف مش هيدينا ايه ناتشورال نمبر، هيدينا نمبر تاني خالص 1.2، because 1.2 by 5 equals 6. طب ال 1.2 not belonging to n، يعني مش من ضمن الايه الاعداد الطبيعيه. عشان كده بيقول لنا division operation is sometimes not possible in n، يبقى احيانا ما بتكونش ممكنه في الناتشورال ايه نمبرز. يبقى احنا كده عندنا two operation possible ممكنه on n، والtwo operation no not possible in n. الـ operations اللي هي possible in n عندنا الـ addition operation والـ multiplication operation. طيب وعندنا two operations not possible in n، زي مين؟ subtraction operation and division operation. يبقى هنا division operation is sometimes احيانا not possible in n، غير ممكنة. ليه؟ عشان ممكن الريزلت اللي يطلع ما بيكونش بيكون not belonging to n، ما بيكونش عدد ايه طبيعي. also 0 divided by 5 equals 0، 0 belonging to n في الحالة دي تبقى possible ممكنة، because 5 by 0 equals 0، while 5 divided by 0 all 5 divided by 0 او كده او كده بنفس الصورة دي، بنسمعها 5 divided by 0 ودي 5 divided by 0، دي بقى is not possible. ليه طيب غير ممكنة؟ ليه؟ because it is not defined، لانها غير معروفة. يعني ايه غير معروفة؟ يعني 5 by 0 divided by 0 is not defined، غير معروفة، لان مفيش numbers هضربه في 0 هقول by 0 هيديني 5، ده اي numbers by 0 equals برضو نفس ال 0، يعني قلت 6 by 5 هيبقى equal 0، 10 by 0 equal 0، 9 by 0 equal 0. مفيش number هقول by 0 يديني 5، عشان كده بنقول على العملية دي is not defined، غير معروفة. There is no numbers if multiplied by 0 produces 5. مفيش أي number في عملية المالتيبليكيشن هيدينا الناتج 5 مع الزيرو، يعني لما نضربه بالزيرو هيدينا الايه الفايف. عشان كده بنقول ان مش دايما الديفيجن اوبريشن بتبقى ممكنه في الاعداد الطبيعيه، sometimes not possible، احيانا بتكون not possible، لان ممكن يطلع لنا نمبر زي ده 1.2 not belonging to n، وممكن يطلع لنا اي نمبر divided by 0 بتبقى عمليه not defined، غير معروف. ودي كده نهاية حلقتنا، أتمنى تكونوا استفدتم من الشرح وتكونوا استوعبتم، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا إعجاب واشتراك في القناة عشان يوصلكم الدروس أول بأول إن شاء الله، وأشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية والدرس الخامس. Goodbye and good luck with my best wishes until you meet again soon.